في الأنبار أكد عدد من أهالي مدينة الفلوجة وجود مدارس كرفانية لا تصلح لتدريس الطلاب وسط أجواء غير صحية. وقال عدد من أولياء أمور طلبة مدرسة الخليج العربي في حي الجولان إن المدرسة الكرفانية التي تم وضعها كحل مؤقت للمدرسة المهدمة غير صالحة لأن تكون صفوفا للدراسة، لأنها تخلو من أي مقومات الأجواء الدراسية، موضحا أن عددا من الطلبة يعانون من الأمراض بسبب الأجواء غير المناسبة داخل الكرفانات. ناشد مدير تربية الفلوجة، ناشد مدير تربية الأنبار الساد نافع، يعني هل تصلح هذه الكرفانات عبارة عن تشينكو لطلاب ولمدرسة لتدريس الطلاب الابتدائية؟ ونحن مقبلون على شتاء، أطفالنا الآن في هذه في حر الشمس اللاهبة يتقيؤون، صحيات لا توجد في هذه المدرسة، كهرباء لا توجد في هذه المدرسة، أصلا هذه المنافذ وهذه الصفوف لا تصلح حظيرا للحيوانات، فهل يرضى المسؤولين أبنائهم يدرسون في هذه المدارس أم نحن الفقراء البسطاء الذين نسكن حي الجولان في مدينة الفلوجة نرضى بأبنائنا أن يدرسوا في هذه المدارس؟ فهذه مناشدة إلى مدير التربية ولا قائم مقام ولا أستاذ جاسم في حي الجولان النظر بعين الرحمة وبعين الأبوة لأبنائنا ولأحفادنا.